كما تلاحظون يا إخوان، يعني اللاعب إيبيك من اللفة الأولى فقط يا أخي. في مقطعنا هذا جبت لكم ثغرة اليوم إن شاء الله للحصول على اللاعب يعني إيبيك أو اللاعب هايلايت، يعني لاعب بيك تايم من باكج إيبيك الجديد الخاص بأسي ميلان أو لاعب هايلايت يا أخي الكريم. يعني ترى سوف تزيد حظوظك بنسبة خيالية كما ترون. من أول لفة حصلنا على اللاعب يعني أسي ميلان لاعب هايلايت، وإن شاء الله لما لا نحصل على أقوى لاعب هذا الباكج. ما عليكم سوى اتباع هذه الخطوات. أول خطوة سوف نقوم بالدخول عند شيكويزي 4 مرات، مرة واحدة عند هذا اللاعب، ثم نفس الشيء عند هذا اللاعب. بعدها سوف ننتقل لأخي الكريم عند مينيان مرتين، ثم مرة واحدة والإطلاع على إحصائية توموري مرتين عند جيرود، ثم هرنانديز مرتين يا أخي الكريم. بالنسبة لرافائيل لياو 4 مرات، ثم يا أخي الكريم ما علينا سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز أو 900 كوينز. كما تلاحظون يا إخوان، يعني حصلنا على لاعب إيبيك أو لاعب يعني ليس إيبيك إخوان، ولكن حصلنا على لاعب يعني هايلايت. سوف نرى على ماذا حصلنا. كما ترون حصلنا على لاعب أسي ميلان، يعني الثغرة مضمونة، جربوها يا إخوان.